الأطفال ما يطلعون على الشوارع سواء على الحشيش أو على المخدرات أو على الحب أو كذا. لا، الرياضة أفضل وأحسن. والله الرياضة لي اليوم جزء من جسمي تقدر تقول. نار اللي ما يجي الملعب أحس حالي متضايق زيادة. نار ما أشوف الأطفال أتضايق حيل. فأحيانا أجي حتى يوم الجمعة بس تياب بلقي ألاقي لي اثنين ثلاثة أربعة ألعب معاهم. اسمي فواز بوضو، مواليد 1966، من محافظة الرقة. والله أنا لاعب قديم من 35 سنة، ولكن عندي إصابة برجلين اثنين مع جلطات في الأحرف وعمليات طبعا. وبعد ما تعافيت الحمد لله هسه أجي على الملعب بشكل يومي، أشوف الأطفال يلعبون يركضون كذا، فشجعت أكثر يوم عن يوم، قمت أتولع بي أكثر فشكلت الفريق. أنا أفرح لمن أشوف الأطفال ولمن أشوف العدد يتكثف كثير، أنا أرتاح والأهالي ترتاح، وإن شاء الله نقدم بالمزيد. إذا جانا دعم مادي ومعنوي نقدم لسه أكثر وأكثر.